السلام عليكم الخوت. هاتف اليوم ريالمي سي 55. هذا الهاتف هذا فيرسيون اوروبية كيف ما كتشاهدوا معنا، جديد مطرق في الكارطونات ديالهم. كاين جوج ديال البياسات ريالمي سي 55 فيرسيون ديال 8 جيجا في الرام و 256 جيجا في ستوكاج ديالو. بالنسبه لي فيرسيون اللي كتجي في هذا الهاتف هذا، فهو كاين الفيرسيون ديال 256 جيجا و 8 جيجا في الرام، وكاين الفيرسيون ديال 6 128 جيجا. هذا كيجي ب 64 ميجا بيكسل في الكاميرا ديالو، و 5000 ميلو امبير من ناحيه ديال الباتري ديالو، 33 واط شارج رابيد. لافيشور اللي كتجي في هذا الهاتف هذا اللي هي ديسبلاي 90 ديال الهرتز فول اتش دي بلس، بروسيسور ميديا تيك هيلو جي 88. هاتف تعتبر من الفئه الاقتصاديه، تيجي بجوج ديال لي بوس، جوج ديال لي كارت سيم. هادو هما اهم المواصفات اللي كيتميز بها هذا الهاتف هذا، فهو كيتعتبر كيف ما قلنا من الفئه الاقتصاديه ديال ريالمي. بالنسبه للثمن السعر ديالو الاخوان، هذا كيتراوح ما بين 1800 درهم حتى 1900، هذا هو الثمن ديالو باش كيتباع في المحلات، كاين اللي تيبيعو حتى 2000 درهم. المهم الثمن ديالو باش الواحد يقدر ياخذو 1800 1900 درهم. فيرسون ديال 8 جيجا في الرام، 256 جيجا في الميموار ديالو. كيف ما كتشاهدوا هاتف فيرسيون اوروبيا، كاينين جوج ديال القطع فقط للاسرع. هذا ما كان الاخوان، الى اللقاء.